الأحاديث الواردة في النهي عن نظر الرجل إلى فرج زوجته أو الكلام في حال الجماع، والتعليل بأنه يورث العمى أو يورث الخرص، يعني النظر يورث العمى والكلام يورث الخرص، لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الآداب ذلك. فإن لم يفعل ونظر جاز له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعائشة يغتسلان من إناء واحد، وهي تقول له دع لي دع لي. فالشاهد